هو مين اللي اغشش الناس؟ انا ممكن اغشش الناس بس مش هقول الحل طبعا علشان المصداقيه بتاعت المسابقه. لا ابعت انا عايز اكسب الجايزه فيه. خلاص هغششك. طيب خلاص بس هاخدك معايا الغداء. يا جماعه اسم زوجه اخناتون او اخن ايتن زي ما كنا بننطقه او الاسم السليم اسمها بالدارج بتاعنا الحلوه جايه تتمخطر. ده الترجمه بتاعتها؟ ده الترجمه بتاعت اسمها الحلوه جايه تتمخطر. ترجموا بقى باللغه المصريه القديمه. ننقل على الحلوه اللي معانا بقى. اللي جايه تتمخطر. لا قاعده مش جايه تتمخطر. قاعده تتمخطر. قاعده قاعده لكم. معانا الفنانه الشابه الجميله فريال يوسف او فريال جراجا. جراجا صح. ده الاسم اللي انا اتعرفت بيه واتشهرت بيه في تونس طبعا. يعني فريال جراجا هو لقب العائله، لكن اسمي الرباعي طبعا هو فريال محمد يوسف، اسم جدي يوسف اللي بحبه جدا جراجا. عشان كده اخترتي ان هو عشان كده تكريما لي عشان قبل وفاته الله يرحمه، يعني كان عزيز جدا على قلبي، والراجل ده اعتقد انه مثواه الجنه. ايه سر حبك الكبير؟ كلنا بنحب اجدادنا. عشان بني ادم عمري ما سمعت حد اتكلم عنه بطريقه وحشه، او حتى بعد وفاته الناس كلها بتجيب سيرته بحاجه حلوه. انسان طبيعي جدا، بسيط جدا، بيحب الناس، بيشيل يعني يعني حاجه لو ملكه بيحاول يديها لغيره، بيحاول يبسط اهله الناس اللي معاه، متفاني في شغله، متفاني في حب عيلته. يعني بصي الصفات دي كلها انا لما كبرت ولقيت جدي، حتى لو ادوله حاجه في الجامع كده بيجي وانا صغيره سني 3 سنين بيقول لهم لا، يعني انا هاكلها البنت ابني. لا لا ده محب للجميع. ولا لا الله يرحمه. الله يرحمه. طب لو اتكلمنا بقى عن مسيرتك، بدات التمثيل في سن 15 سنه وبعدين بطلت 12 سنه في 12 تونس. سنه 12 سنه تقريبا 15 سنه تصدق. مع مسيرتي في مصر. وبعدين بطلت شويه واشتغلت في مجال السيارات، وبعدين رجعت تاني لفه كده. ليه؟ لفه. بص هو القرار ان انا ابتعد شويه، ان انا ابعد شويه عن مجال الفن شويه في تونس، عشان الاعمال طبعا عندنا موسميه. حكر على شهر رمضان و عددها قليل عن مصر مثلا، فما بقاش في شغل كتير. لا جدا يعني. عشان السوق صغيره جدا والانتاج محلي. ما فيش بيع، يعني حتى لو بعنا بنبيع لقنوات فضائيه معينه جدا، يعني مش عاوزين نذكر اسمائها، لكن تعد على اصابع ايد واحده. فالانتاج محلي، لكن انتاج فيه الانتاج الجيد جدا بصراحه، مش عشان انا تونسيه والله لا. في اعمال ذات موضوع او مشاريع قيمتها عاليه جدا اتعملت في تونس، وانا قدمت بصراحه بطولات اعمال كتير جدا هناك. والحمد لله كان تلقت الاستحسان من ورد فعل كويس جدا من الصحافه والجماهير، واللي هي معادله صعبه يعني عاده. كان في قلق بعد ده انا هعمل ايه. كنت عامله مسلسل قوي جدا، كان فيه 195 اسم معروف تقدروا تقولوا مشهور، يعني 195 اسم معروف تقال، يعني ممثلين تقال جدا، يعني حتى الممثلين بتوعنا اللي مستقرين في سوريا زي فتحي الهداوي اللي شارك في اعمال كتير جدا في سوريا جابوه، يعني وكان اول عوده ليه عن طريق المسلسل ده. كان دي نادره برضو في تونس ولا بتحصل؟ يعني احنا نادر لما نلاقي عمل بيجتمع فيه مجموعه اثنين اصلا. لا ده نادر جدا اصلا. مسلسل 15 حلقه تكلف مليون دولار. 15 حلقه بس. 15 حلقه بالاجور والديكورات والصرف، يعني لبس كله جاي من فرنسا، لبس العساكر. الفتره التاريخيه بتاع المسلسل ده اللي هو مسلسل جمره سيدي محروس اللي هو عزيز على قلبي جدا، اللي انا قدمت فيه دور بطوله، كان من فتره الاربعينات لغايه الاستقلال سنه 56 في تونس. فالعمل ده كان مكلف جدا وكان ناجح جدا والحمد لله. وبعديه يعني قلت انا هعمل ايه وهقدم ايه. كان صعب فبعدت شويه. وبصراحه كنت بتغير ده. فكرتي كده يعني انت 15 سنه متهيالي اللي يعجبك النجوميه والشهره وان الناس تبقى بتهنيكي وتبارك لك على العمل والاضواء تخطفك اكتر من ان انت تفكري ابتعد شويه عشان اقدم حاجه على نفس المستوى؟ يعني ده تفكير. بالعكس هو تفكير ناضج بالنسبه لوقتها. انا قررت ابعد في فتره 2005 بصراحه. انا قدمت العمل ده في 2003، بعديها على طول قدمت عملين دول هما
كويسين لكن اقل مستوى من العمل ده بصراحه. يعني انا صريحه جدا في اعمالي ما اعرفش اجيب. لكن في عمل منهم لقى نجاح جماهيري طبعا جامد جدا، لكن انا فضلت خايفه برضو يعني هعمل ايه بكره هعمل ايه. وكنت برضو زي ما قلت لكم بتلكك شويه، كنت عاوزه اخلص الماستر بتاعي في الجامعه. انا خريجه جامعه تجاره اللي هي الايكول سوبيريور دو كوميرس، كل المدرسه العليا للتجاره. وبعد 7 سنين جامعه طبعا قررت ان انا اتجه للبزنس. اشتغلت سنه في تونس از ماركتنج مانجر مدير التسويق، وجيت هنا لمصر. جات لي يعني اوفر كويسه جدا واشتغلت هنا في مصر. قبل ما نروح للمطبخ ونشوف انت طالبه ايه فالنهارده دي فقره اكسر صيامك، هسالك سريعا على الملك، مش سريعا، ملكه في المنفى وعمل جماهيري عالي وعمل كل الناس مستنياه وعمل ضخم وعمل تاريخ وعمل مع نجمه الجماهير ودور اتقدم باشكال مختلفه قبل كده بفنانات وقبل كده تانيين ولا استحسان نجوم ونجوم ونجمات كبار. ملكه في المنفى بالنسبه لك؟ عمل عزيز جدا على قلبي. العمل ده بصراحه حقق لي جزء من طموحاتي السنه دي. يعني ما كنتش اتوقع ان انا اترشح لدور مميز، لانه دور مساحته مش كبيره جدا لكن دور مميز جدا وصعب جدا. وبصراحه يعني عاده احنا بنستلم سيناريو فتبقى عندك مسؤوليه دور انت طبعا. ما شاء الله مذيعه وممثله وانت عارفه يعني المسؤوليه دي، لما تستلمي دور تبقي مروحه بالسيناريو بتحسي بمسؤوليه ان انا الدور ده مفيش نوم لغايه لما يتعرض العمل، لغايه اول يوم تصوير تقفشي الخيط بتاع الشخصيه ويتعرض ده قلق طبعا. طالما انت بتحبي شغلك فبتكوني بتحبي تكوني بيرفكت يعني في كل حاجه. ف بصراحه انا كان عندي المسؤوليه دي ومسؤوليه تانية اكبر، انه مدام ناديه الجندي سلمتني امانه كانه قالت لي خدي ده البيبي ده، ومش من اي حد مستلماها، مش من اي حد، نجمة الجماهير اللي انا بعشقها بصراحه. واللي انا لو حد في يوم من الايام قال لي في ريال انت في يوم من الايام هتعملي دور، وانا صغيره يعني طبعا، هتعملي دور الامتداد الطبيعي ليه مدام ناديه الجندي، كنت هقول له دي من انا لا انت بتهزر يعني لا صعب لا زي بتقول كده. ف ده اكيد يعني في حظ وفي في مجهود. يعني اتقدم السنه اللي فاتت من خلال الفيلم اللي قدمته بالالوان الطبيعيه، الفيلم دخل مهرجانات كتير وعمل شغل كويس. استاذ اسامه فوزي طبعا يعني بحييه، يعني اسم ارتبط بالمهرجانات طبعا، وانا فخوره بالعمل معه بصراحه. اتفضلي يا ملكه قدامي على المطبخ لو سمحتي. اتفضلي ادخل الملكه المطبخ اشوف هتعمل طلبتي ايه من الشيف اشرف. انا عايزه اتفضلي يا استاذ. لا انا هقعد اتفرج من هنا، زي الولد ريحه الاكل بتجوع. لا انا هفضل هنا قدامي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وجربي كل كلمه اللي قالتها. ويسعد صباحكم طبعا، رمضان كريم، الشهر الكريم جاي علينا. معايا كل الجمالات الاستاذه فريال وطبعا استاذ ياسر ناس. طبعا الفقره دي اسمها فقره البريكه اكسر صيامك. اكسر صيامك وفقره البريكه اللي انا بحبها. ايه البريكه بس ده بتاكل ولا بتشرب؟ بصراحه انا دلوقتي معلش يعني عشان هقدم فقره اكله تونسيه انا هكلمكم تونسي بقى. اعملوا مجهود برشا والشيف اشرف هيحاول يترجم لنا الكلام ده بقى. يلا ستوب مصري تونسي. عندنا هنا احنا توا باش المكونات بتاعت البريكه. المكونات بتاع البريكه ايه هي بقى؟ لحم مفروم. لحم مفروم اهو احطه بالطنجره. اسمها ايه؟ لحم فشقاله. فشقاله فشقاله. طيب ماشي فشقاله. يلا معلش يعني كل واحد فشقاله. فشقاله فشقاله. اوكي اللحم مفروم بصل. ايوه بصل. بصل فيها بس احط كمان بصل اهو. مفيش يا ناس بصل صغير البيئة. لازم نقصوه تروف صغار برشا. رفيع خالص. صغار برشا. انا بحفظ بقى. انت النهارده انا خليك شايله. اشمعنى انا حفظت مصري؟ بصل برشا. بصل وعندنا شويه ملح وفلفل اكحل. ملح وفلفل. ملح وفليفل. اسمها فلفل ولا اسمها فليفل؟ فلفل. فلفل اكحل اللي هو الفلفل. وبعدين اكحل. اكحل اكحل اكحل. وشويه معدنوس. بقدونس مفروم. لا 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 استنى انت لهنا قاعده. طيب ليه 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 كيف الخلطه بتاعي؟ بوظ لك في الخلطه. ماشي خلاص اوكي. لا هي بزت شويه لكن معلش ما يسالش. شو باش نقول؟ عندنا عظمتين
وعنا زيدا قلنا على الملح وكاش والزيت الزيت خلاص اوكي صبتش. والحاجات المهمه ياسر هي البريكة الورقة نتاع البريكة احنا نعرفوها الورقة هذه اكثر في سبرينغ رولز اللي ناكلوها دونك زي السمبوسة ورقة السبرينغ رولز بتبقى رفيعة جدا ممكن نوريها هي ترانسبيرون هكاكا وهذه ورقة البريكة مثالش هي نعمل الخلطة الأول الخلطة طيب. اوكي الخلطة نتاعنا ناخذوا اللحم مفروم والبصل والزيت ان ده اتعصق خلاص اللحمه استوت وتعصقت مع البصل والزيت استوت خلاص ونضيف له نضيف لهم المعدنوس نذبلوه شويه اهو ماشي باهي اوكي باهي بعد ناخذوا البطاطا نتاعنا نسينا باش نقولوا على البطاطا هي البطاطا هي البطاطا البطاطا نتاعنا صمتناها يعني سلقناها صمتناها وبعد ما صمتناها عملناها كيما الماش بوتيتوس يعني ماش بوتيتوس هرسناها احط دي نحطوها معاها حطوها معاها كلها ومن بعد نحط عظمتين على الخليطه هذه وبعد كده نحط ايه العظمتين العظمتين انا بحسب تينا انت هناكل تينا النهارده العظمتين بس انا بتسال في وداني اسمها ايه انا برد وبعد كده في بغبغان صغار واقف عمال بيكرر وراكي لحمه مفرومه بصل بقدونس ملح وفلفل البيضتين والبطاطس البوريه ناخدوا حطوا بقى على الجبنه عزيزي يعني الجبنه والله انت جبن نتاعنا جبتوا قلت لك رابي قلت لك رابي طيب معلش يعني نجيبوه يعني رابي يعني هنلف بقى انزل بالترجمه مبشور مبشور كان المفروض انه يكون مبشور عارف البارميجانو زي زي الموتزاريلا بنحطه في النص هنا وبنلف اظرف انا لفيت كم حاجه يعني مثلش على خاطرك ما رديتش نحط قطع صغيره يعني حط شويه جبنه حط شويه جبنه لكن طعمها مش باش يكون مش هي يعني تسمع كلامي مختلف مختلف بيقول جبنه يبقى جبنه مختلف برشا مختلفه برشا مختلفه برشا وبعد كده نتويها وطبعا نحطوها في قلايه طنجرتك غالطه خاطر احنا نحطوها في قلايه ايوه عارف القلايه المقله المقليه اوكي وانا عامل هنا جايب نشا وبيض علشان برضك لو حد يحب يتماسك يحط شويه كده معاه وبنقفل كده وبنحطها في الطنجره طنجرتنا العزيزه الغاليه اهي وبينزل هنا وبيتساوى انا كنت عامل شويه قبل الهواء لفيت شويه سبرينج رول وعملت شويه مربعين كده قرمش وجميل بس الطعم المهم الروح والفليفرز والله يا حسب انت حطيت الملح قديش وحطيت انا ما حطيت كفايه نفس الملكه في البريكه 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 تطلع جميله والله التوى لذقت على خاطر انا التوى ما زلت نصور في ازمه اول سكر اول مره هو ده التمره اعطيني انا نعمله التمر اتفضلي التمر ما تسعرفيش الا دقيقه واحده اتفضلي يلا اوكي اعطيني سكينه سكينه صغنطوطه ما فيش سكينه صغنطوطه لا في اتفضلي سكينه يلا هو التمر مفتوح اهو اوكي بالراحه بس طبعا نشيل نشيله البيز اوكي نحطه شويه جوتا او ريجوتا ريكوتا تشيز ريكوتا ايوه ونحطه من بعد لوزة لوزة كل ده جوه البلح وربي في المقلايه نتفنوا احنا كده بس نحطه شويه تمر كما تقولوا ساده ساده يعني من غير حاجه غير حتى من شيء من غير اي حاجه وفما تمر بالزبده نحطوا شويه كيما ريكوتا كيكه نحطوا زبده وتنجم تحط زبده مع اللوز وتكون طعمها حلو ياسر وتقدمهم وتنجم تحط حلاوه اول مره ما ندوقش احنا عاده بندوق فطبعا صيام ما حدش بندوق هنتفرج ونشم بس هنسيب المطبخ دلوقتي ومطبخ للفرقه اللي معانا احنا بنشكر الفنانه فريال احنا خلصنا حلقتنا النهارده بنشكرك الفنانه فريال بنشكر الشيف اشرف ميرسي وهنجرب الاكله التونسيه النهارده بالليل ان شاء الله اهي طالعه اهي جميله اهي ميرسي يا ناس البريكه نذوقها باش نعرف البريكه نشوف هنذوق بقى نسمع الفرقه ما تحرقهاش البريكه نسمع الفرقه دلوقتي ذهبيه اللون مروه جمال هتكون معانا دلوقتي باغنيتها الجميله نختم بيها الحلقه يلا بينا